المشكل هي في اداره النادي. اداره النادي تتحمل المسؤوليه في عمليه اختيارات، في عمليه البيع اللاعبين، في عمليه اداره النادي بشكل سيء. اشخاص صراحه فاشلين. النادي عنده جمهور كبير في المغرب وحتى في افريقيا. اداره النادي بحجم الرجاء عيب وعار على مسؤولين يبقوا في هذه الاداره. شنو نقول لك؟ مش احترافيه، اقل ما يقال على يعني هاويين. اقدام اشخاص ليس في الشكل لكن في الافكار، في عمليه تدبير النادي. لكن هذا هو الموجود، ما عندوش لاعبين. انت كبير المفروض رياضي. انا بدا كندوي كمون خريط بهذا النادي الكبير ياك، بهذا النادي اللي ما كيستحقش هاد الناس يكونوا. صراحه انا دعمت هاد الناس، انا كندوي على راسي، كندوي على حتى شي واحد. هاد الناس هادو دعمتهم من نهار خداو الرئاسه وباقي ما دخلش للخيره. كندعمهم، قلنا غيكون واحد التغيير، قلنا ناس جداد، ناس هادي ما كنعممش. كاين الناس المكتب اللي رجاوي وكاين ما لقاوش معاه. الرجاء انت تحدثت أن الاداره لا تستحق انها تكون موجوده. ما تستحقش. ونقولها مره اخرى يا شيخ، من انتخب هذه الاداره؟ المنخرطين هم يتحملوا مسؤوليتهم كذلك. المنخرطين من هم؟ هم المنخرطين في النادي كمنخرط. ما عندناش منخرطين. المشكله احنا عندنا المشكل في شوف المشكله عندنا في المغرب داخل الانديه. سببه هو هذا القانون المنخرطين، لان هم اللي يختارون رئيس النادي. الرئيس دائما عنده جماعته، عنده اشخاص دائما لما يقول لهم انخرطوا، لكن ما كاينش كفاءه، ما كاينش هناك الاشخاص اللي يفكروا في مستقبل النادي. للاسف هناك حسابات شخصيه واهداف شخصيه فقط لا غير. شويه ما فهمتي، لا اله الا الله محمد رسول الله. شو اللي كيبغي لهاد الفرقه هذه المضره، واللي كيبغي لهاد الفرقه هذه الشتات. الله يشفي، بغيت لي الشتات في الصحه ديالو وفي ولادو في هاد النار. والشهر الكريم عند سيدي ربي. ولا لا اله الا الله. 3 دقائق دابا، 4 دقائق. واش الجراد، مرحبا بكم. اليوم غندور الفيديو راسي باقي مرفوع وباقي ما كانف من البارح. قرب جيت نعس طرفعش، ما يمكنش داكشي اللي وقع البارح، ما يمكنش. شي حاجه خياليه تما فيك جراف اللي راجي وماشي راجي. غنجي ولا لا؟ البارح غدا والبارح واليوم ما فيك جراف بلاد واش راجي ولا ماشي راجي. اش واخا كتشوف شويه كتشوف راجي الظلم، من ماشي الظلم من التحكيم، ولا راجي كتعرض للظلم والاستغلال من جميع الناس. فهمتي ولا لا؟ ما يمكنش. كاين الناس في الاداره كيستغلوا الراجا، المهم خصني لا السمعه ديالها، وشكون اللي ضيع هو الجمهور. فهمتي؟ ولكن اللي راجا هو ما يخليش تشوني، واللي راجا هو بالرباحاج وماشي من الدراري لاسي، انا يعني باين غادي يبيع تشوني وغادي يقول لك تيمشيو في حالهم هادي. لا، اجانا مع الراجا خايبك والراجا زوينه. هادشي اللي بغيتي تكون راجا مرحبا بك معاه، وكاين في خيوبي والزوينه. فهمتي ولا لا؟ وفي الاستغلال وفي التحاريب في الحرب، هادشي اللي كاين. قبل ما نبداو غنبداو نفرقعو في بنادم وهادي، هادو هما اللعابة ديالنا، هادو هما اللعابة اللي بغا يجيبو بهم لافريك، كاس دوري ابطال افريقيا. هادو هما اللعابة اللي غادي يضربو لنا الديربي، يربحو لنا الوداد، الوداد بون ايكيب. هادو هما اللعابة اللي باغيين يدو لنا بطولة، وهادو اللعابة اللي بغا يجيبو لنا كاس العرس، كاس العرش. فهمتيني ولا العرس؟ ترى باقي كالف. هادو هما اللعابة، هادو هما اللعابة اللي غتعول عليهم. فهمتي؟ جبيرة البارح انا في التيران، انا نهبط لعب حسن من جبيرة. معلول ديال الاهلي ماشي كداو 30 عام ولا 40 عام، السونتراج كيدير وداخل وزق البيناجي وبقى في الماتش، حتى شي واحد مبقى كيدوز من حداه. لاريال دار هو الهاني، تبارك الله، دري زوين خدام. مذكور فيت، مذكور ريعطاك باس هادي ويتلف اجي تشوفو. فهمتيني؟ حداد يلعب في الراجا، والهوات كامل شبعان لعابة. هوات فيه لعابة صاحبي، هوات اصاحبي فيه لعابة صاحبي، فيه لعابة يدخلو ضد الاهلي صاحبي. يا سلام صاحبي، ويكون فيها حداد. علاش حداد يكون فيها صاحبي؟ هوات المغرب كله كورة صاحبي. واحد من الزنقة البارح يوقف الاهلي، هوات اصاحبي. عرفتي شنو الهوات؟ كورة مكتبقاش في السما، وصعيب تلعبها، وكيبان لك ستوبور ولا واحد كيلعب اللور كيوقفها في الحمري ويلعبها ومعرفت شناهو. هوات اصاحبي. شوفوا حداد، زرق شلل. الراجل لعب الربع النهائي،
ضد من؟ ضد الاهلي اللي رابح جوج عصبات ومشات المونديال وجوج سوبر افريكا، وباش لاعب بحداد صاحبي وبجمهور عالمي كيتفرج فيه العالم كامل على قبل هذاك الجمهور، على قبل الجمهور اللي الزراج الزراب والراجل ما يتفرجوش فيك انت كبيره ولا سير لعب شي فرقه اخرى ولا ما بقى يعرفك شي واحد، وكي على قبلنا عندنا قبل الجمهور راجع كان حاضر الباه وغندويو عليه، فهمتيني ولا لا؟ معشوماش عليكم اصاحبي ها السي الطوسي البارح اللي كيفهم في الكوره لاعبين بلا ميليو لاعبين بلا سيس، مره كيقول بالهرود مره المقعازي المقعازي راه كاسي لك راه يعاونك بحال السيل ديال الوردي، ولكن ماشي كاسو 100% خاصك واحد بحال العرجون. ما فهمناش اخويا قلاطاك ما كاينش جا جا البيت كاملين في التيران فطرنا قلنا يا ربي تمارك بيت في الاون ديبار باش نشدوهم الكرفسو ما سي الطوسي جي هذيك الدعاوات اصاحبي هذا الدعاق وجي لك البيت عطينا بيت هجمة درا شو بيه في بيت اش غندير الاهلي الكرفسة حنا كنغوتو تصمكو قنفو والواعر شنو هو جاو بينالتي اصاحبي وجاو بينالتي عباد الله وزقلوه ونغوات وتولاش دايرين وبلادهم كلشي مخليه وما عادش ذا هو صاحبي طوسي مالو طوسي راجع اللور طوسي راجع لينا اللور علاش الطوسي انت داكشي اللي عارفو عارفينو حنا هو داكشي اللي عارف عارفينو حنا عارفين ما عندناش فرقة عارفين ما عندناش لعابة مو كاليتي عارفين الا قارنا معاهم راه لعاب عندهم السولية ما عندناش لعاب بحال السولية الدراجة كاملة فهمتيني الدراجة كاملة مبقاش بحال ديك الاريرا دار هو الهاني تبارك الله لا ديفونس لا لاطاك لا داك الميليو ديونغ ولا ما سميجو غادي نحسب لك على شحات راه مجيبينو في 6 مليار وا حسن واش هاد باش عصب فينا تبدا قارنو الاهلي بينا ترجع بينا شنو هو عارفين هادشي ولكن حنا جايين نخرجو في عينينا كنفناهم لك واش بغا يجي خدمتنا درناها حنايا وما كنفو الزنيجي تبارك الله جبد لك بينالتي وفي التوصيل بقى يجي انت هو الركب الفرقة انت فينك التوصي ترجع بينا الله وحنا ديرين العصابة صاحبي كنت تفرج وحنا كنغوش وا التوصي وا التوصي خرج لعب كورة وغير لعبو غير لعبو هكذا وما خلينا ما قلنا التوصي ما معناش راجع الله من ترجع شي اللور وجابو بينالتي ما بغيتيش تعيق تما فين شدو انا نقول لا انا لقيت راجع اللور جابو بينالتي زقلوه ودي زقلوني انا خرج وشد صاحبي حنا مع اللعاب وكيشدو كورة وانا معاهم صاحبي حيت تما بغيت ترجع اللور وما عندك السيز ما عندكش ميليو صاحبي راه خاصك ميليو بحال ويفاق سطيف اللي ضرب شي ودازج خاصك ميليو بحال الوداد خاصك ميليو يكون فحال هكذا كندوي هذا بالحقيقة خاصك ميليو فحال هكذا فحال هكذا صاحبي ما عندناش ميليو هذا خاصك تلعبو كورة راه جاك تلعب كورة كترجعش اللور كتشد بنادم كتسلخو الراجل معروف عليه من زمان استحواذ ما كتربحش فاش كترجع اللور كترجع اللور كيتماركا لك كتستحوذ تبقى تضحك فوق بنادم تخرجو من المال ما كتماركيش هاد اللعيبه جبتها حتى وفي الموتس هاد اللعيبه قشيها حتى وفي الموتس خلالك لك في الموتس ولا شي واحد كاين في المكتب هو اللي كيدير هادشي فهمتي شي واحد في الاداره هو اللي كيفرض هادشي هذا واقيلا شي البنية الطوسي الطوسي انت مدرب كبير كتلعب كوره متفق معاك ما عندكش ما كاينش لعاب عندهم لي مويان متفق معاك وزعما تاع مرقاجي ما تدخل ولكن كل لعب شي كره وتلامح بواحد والله ما ركلوا ناس كبار قالك احسن طريقه للدفاع هي الهجوم انت واش تحسن من مورينيو واش تحسن من مورينيو قالك احسن طريقه للدفاع هي الهجوم تقول لك رجع اللور نقول لك نضرب البارسا ثلاثه لواحد في الانتر وفي الروشور جا سد عليهم انت في علاش مجيب جوج لواحد وباغي تسد عليهم واحد جاي مأمن نتيجة مورينيو بثلاثة لواحد ضد البارس ثلاثة لواحد وعاد سد عليهم ترى هو ترى كلو ماركي شي بيت وجاي يسد بينا حنا دير فرق جوج وسد وانت ديك الساعة ماركا ولك تلقى فين نخرجوا ليهم طوسي البارح كان شي سبب من الإقصاء ديالنا وفوق الهضرة بزاف قود الهضرة بزاف فهمتيني تا 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 لعب شي كورة كنعرفو مدرب كبير تبارك الله ولكن البارح كندوي على البارح ما كنتيش
تقول لي اجي عندها تقول لي اخويا ما عنديش لعبه، نقولك عارفين هادشي وحنا راه معاك. البارح كنا معاك كل لعب شي بينا ديك الكوره، يا سلام كاش غيبقى فينا الحال، نقولو ما بغاتناش. ولكن ضيع علينا البارح الماتش فحال هكذا، وما جاهمش كواري بينالتي وجاهم بيت. انا شفناهم ما عرفتش علاش، حيت هما المدرب ديالهم. واش نقول لكم المدرب ديالهم اكبر خواف، جاب الله عنده لعابه كبار، جيبي لي لعابه رئيس عندهم خطيبه معلم واعر. ما عندناش رئيس، فلو الرئيس فلو رئيس الراجا شنو درتي؟ لا تسكت تفرج فيا. الرئيس ديال الراجا ملي جا دابا شنو الاضافه اللي عطى؟ سولك الرئيس اش تقول لي شنو الاضافه اللي عطيتي؟ مشي لنا بادي بانكا كابانكو مختاري بوطويل مرابط بداوي، شنو هادشي؟ هادشي شنو هو؟ شنو هادشي؟ شنو هما هادو؟ فين هما هادو؟ البارح حتى جينا عطاك ما لقينا من اللعب. عطوك التوصيل ما دخلوش، التوصيل كانوا كواري غيدخلهم، كوكا كيتيق فيهم غيدخلهم، فهمتيني ولا لا؟ واخا الغلط اللي دار واش بيه دخلوني لو كان يدخلنا غيري. هذا هو الخطا اللي دار. انت الرئيس شنو عطيتي الراجل؟ شنو الفلوس اللي جبتي؟ شنو حسينا بك؟ شنو هو عمرك خرج شي هضرتي معانا؟ شنو اذا كازا ايفنت التنظيميه هي الاخر ما عرفتش واش لها، مشات حطت الاوراق فين ما بغات، دارت ما بغات. والبارح عرجعوا البارح لقينا نفس المشكل. السي الرئيس منين انت كدافع على الراجل؟ قلت لكم الراجل خصها مافيوزي بحال ابراهام ديال تشيلسي، شي واحد بحال بيريز ديال الريال، شي مافيوزي بحال رجل الاعمال بحال خليفي. كاين شي واحد كيدخل في اداره بوزبال ولا تبغي تاكل منها على هكذا. تجيب هاد اللعابه هادو السوليه سير جيبو الراجا، الراجا راه كبيره. الراجا كانوا عندها ثلاثه العصبات في 2000، يعني كانوا عندها جوج، يعني عندها 10، الراجا بقى واحده في ثلاثه بسبب شفاره. فهمتيني؟ الصوت مشى لينا البارح واليوم، راه ما يمكنش وحق الرب، ما يمكنش دابا بنادم كامل كيتفرج راه حشومة عليكم وحق الرب. اشنو الدرب ديال بنادم زدتوني غادي فاطر اصاحبي بنادم خلي دارهم من ثلاثة راه في التيران، هذا مداخل ثلاثة التيران بوك، كيقول 35 في التذكيرة، جينا لقينا بنادم داخل قيامة فابور صحاب الو الو بنادم بورا كيبقى برا وحق الرب راه ما يشوفوني دابا. طليت عليهم من الفوق بنادم باقي بزاف بورق شواصة، هذا ماكش عليه داخل قلا بنادم دخل فابور ما كاين والو. الامن مسكين اللي كياكل في العصا، تاهي الامن وحق الرب الامن. واخا هكاك راه تجي تشوف دير راسك بلاصه السوق، راه حنا بزاف، حنا بزاف وحنا ما كنتفاهموش، انتم غاديين وما حتى هما راه من حقهم. حتى واحد من الفوق كيفرض عليهم كيقول لهم ماديش خدمتك، عاونهم كيشعلوا معانا، وحدين اخرين كيديروا فتنة جايين فابور. فهمتي دي ولا لا؟ هذا هو البلان اصاحبي. وكيف لو التنظيم ديال كازا ايفنت، فين كازا ايفنت؟ لا بلاد ماكش عليه دخل التيران، باش تعرفوا هاد الشيء صحيح. هذوك التيران دار 35 دار 45، داك دارو كان 45، راه كانت واحد 80000 ولا 70000 اللي كانت. ترى الامن في التيران كنقول يا ربي بشو، ترى الامن ما كاينش. شو ماشي عليكم بنادم اصاحبي؟ دار لي زير طرب قاطعين وجاو وداروا لكم تيف وكبروا بيكم، ها داروا لكم تيف. هو هادي عجب لي التيف ديال الكورفيس، وتحيه لكم ميساج ل كازا ايفنت وميساج للمسؤولين اللي راه فهم شو كيفاش وصلكم. كبر عدو ديالنا راه هو الناس اللي مسيريننا اللي معانا، مش بكيش عدو اخر. دوك الناس اللي معانا شافرين الفرقة، بيعلك رحيم مالونغو جاب بادي بانكا ومالونغو، فهم سطة فهم سطة مالونغو كابانكو مالونغو ورحيمي كابانكو بادي بانكا. شنو هادشي؟ شنو هادشي اصاحبي؟ ها بانون تجي بانون وقفك في السوبر ديالك كاس السوبر، تيجي الشاب اللي صيفطتي جبتي لنا مدرب عالمي السي الرئيس، ضيع لنا اسهل سوبر في حياتنا.
دقيقة 89 وباقي راجع اللور مخلي بالحالي بلا كيضحك علينا وخرج احداد اللي كان داير واحد بريسين بلا ما ندور هذاك الماتش. اهلي تزوجوا بينا هذا العام بوا فينال، هذا العام تزوجوا بينا الحقم هادو فرقة. دار خسروا 5-0 مع صن داونز الاهلي، بدلوا فرقة مشاو رايحو جابوا فرقة 5 سنين وهي كتشارك في الافريق دابا اللي كتشد فيك كطحنو. حنا اللي عندنا كاس كوب ضرب كاس كونفدرالية العام ولعبي مع السوبر اللي داخلين معاه حنا اللي بعدنا في الافريق فينا الضو داخلين معاه مجانبه ما دي كاس كوب ضرب وكاس كاس كونفدرالية ولعبوا مع السوبر طحنتنا. وزاد عاوتاني هاد العام لعبت معنا في مجموعة العصبة وطحنتنا بسبب اقزام اللي كاينين مسيرين اش دوك الو كان عندنا الجمهور بحالنا حنايا قرب ما كانت تبقى 10 سنين تخبط. سول البارح شنو شاف، سول الشناوي هجوم بقاش كيبان بالليزر، سولو واحد الضغط كاين البارح راه ما يمكنش راه ما زعينا ما والو، راه الفلوغ راه غنحطو ليكم فهمتي ولا لا، غنحط ليكم فلوغ غتشوفو فيه الاجواء من ا تال زد فهمتيني ولا لا، غتشوف فيه كلشي غتشوف فيه غيبقى فيك بنادم جاي من اكادير خص تعني والله حق الرب راه فيك فين غيتسحروا فين غيصوروا من غادي انت الاكادير كي غادي الجديده كي اللي تيجيو من مراكش يجيو الدراري من العيون حق الرب حتى البارح بلاد البراج بلاد ما يجي يبقى فيك العالة صاحبي يسالوا غادي فرحانين صاحبي هذا ما غادي وش كتصوم بلادهم صاحبي يبقى فيك العالة صاحبي لازم المسؤول خصهم يشوفوها صاحبي شنو تصب عليه كي تعطيه الراج يلا اش كتعطيه يلا جي تفرج فيه هاي خسرات الراج كوره خاصنا نجيبو باش فراقي بحال الاهلي فين مشاش الله اعلم فهمتيني رئيس دار طبقه تحتو سمعتو الشيب وتا هي اللي جا والخريطين هاجي الرق شنو نقول لكم خويا التصويت باش الرئيس ديروا لنا كجمهور نعجبوكم تحملوا مسؤوليتنا حنا نتحملوا مسؤوليتنا جمهور يصوت طاق انترنت راق طاق سهلة نعرفوكم ما فيكمش تخلويت سهلة حطونا الرئيس حنا نتحملو مسؤوليتنا وكيما تبغيو شافشي علاش حيت غيزيركم غيحيدو الزبال غيدير الكراطة هادشي لي كاين أو راه دراري شنقول ليكم تابعنا ديربي تابعنا بزاف ديال الحوايج بقينا في هداك اللي غنوقفو ورا الفرقة هادشي لي كاين باش ما نضيعوش هاد العام باش ما نتشوهوش او شنقول لكم ما عرفتش اش غنقول ما عرفتش صافي درا تقالت كلشي قدامكم صافي نبقاو ديما في المغرب في هذاك هكذا المغرب كامل كاع الجمهور المغرب ديال البركان ديال طنجة ديال الجديدة ديال لي فار ديال كلشي البارح كان كيتفرج فيك كلشي بغاك تضرب هادوك المصريين ضربوا المنتخب في لافريك او خا ما كيحملوا نديروا ما عندهمش مع الرجاء شي جماهير مغربي ولا كاين الباحه بغاك تسلخ الاهلي او دوز تقصى ماشي مشكل وكيف بغاك تضرب الاهلي لا عند تمرص هادشي اللي كاين تحيه الاهلي وبعد احنا ما عندناش شي مشكل معاهم كجمهور باع سالينا الماتش ديالنا بخير راه ما جاو تفرجوا وسطنا ما درنا معاهم والو درنا خدمتنا مع الفرقه هادشي اللي كاين تحيه للجمهور الاهلي والاهلي كاملين ودابا مرحبا بكم ملي سالي الماتش خاوة خاوة ملي يكون الماتش راه مكاين لا خاوة لا والو كاين الخدمة هادشي اللي كاين تحية رجوية الفيديو هدا يوصل 5 لايك عرفتي علاش باش نعرف 5 لايك باش نعرف نلوح ليكم فلوغ فلوغ ما فيه لا زول لا والو غنعطيك الأحداث اللي وقعت فهمتي فلوغ اللي غنحط أنا فيها الأحداث اللي وقعت بنادم اللي تعذب شنو طرا شنو زرا هادشي اللي غنعطيكم فهمتي ولا لا أجواء اللي كانت وسط المكانة أجواء اللي كانت وسط التيران ضغط من عاتش الزيد وبلادهم كيفاش خرج في الاخر باش تعرفوا حياة الراجا كيفاش دايره ماشي في الرباح حتى في الخسارة شي اللي كاين دوزو عندي الانستغرام هيا كندوي مع كلشي اللي بغى يسولني شي سؤال ولا شي حاجة كومونتير خلي لي الرأي ديالك فهمتيني هادشي اللي كاين وتحية راجي ونتلاقاو في ماتش اخر راه